مخزون استراتيجي للسلع آمن جدا، بيفوق 6 أشهر في المتوسط للسلع الأساسية، ودي واحدة من اهتمامات وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما بتقلش أبدا عن هذه النسبة. بالنسبة لملف الدعم مع الوزير، متى يمكن تطبيق الدعم النقدي في مصر؟ ملف الدعم النقدي تحت الدراسة. احنا لما بنقول وأعلننا ذلك في البرلمان ان احنا مستنيين نسمع آراء الخبراء، سواء كانوا من الحوار الوطني أو من أعضاء مجلس النواب أو المجتمع المدني، الخبرات المتراكمة داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية وأيضا في المجتمع والتجارب الدولية والجهات المانحة، كلهم عندهم دراسات لبلاد كتير، بنحط الدراسات دي كلها مع بعض وبنشتغل على تنقية البنات، واللي هيبقى فيه صالح الوطن هنعمله. بالنسبة لملف القمح مع الوزير، كانت وزارة الزراعة الروسية أعلنت رفع رسوم تصدير القمح بحوالي 41%، إزاي ده هيأثر علينا سواء من حيث الأسعار الاسترشادية أو حتى منظومة المناقصات الدولية اللي بيتم طرحها؟ إحنا زي ما أعلننا في البرلمان بنتعامل مع كل البلاد، كل المصدرين، كل المنتجين، سواء روسيا، سواء أوكرانيا، سواء فرنسا، سواء أوروبا، سواء السوق المحلي كمان. النهاردة في تعاظم في إنتاج السوق المحلي، السعر العالمي هو اللي بيحكم احتياجنا وقدرتنا على تنفيذ العمليات من خلال الممارسات والبورصة، يعني لا نعتقد أنه هيأثر سلبا.